صراحة يعجز اللسان عن التعبير عن هذه الفرحة الكبرى، عن هذا الاستقبال، وعن هذا الحفل الوداعي الذي أعتبره تشريفا، وحسني بأن جهدي لم يضيع سدى، وقد عملت وقمت وتشرفت بإمامة الناس في هذا المسجد، وخطابة الخطابة كذلك منذ قرن من الزمان. أغلبية هؤلاء الشباب وجدت أكثرهم لا يتجاوز 5 سنوات، الحمد لله، فهم شباب، رجال، نساء، كبار، صغار، جزاهم الله خيرا. أقول لهم شكرا، شكرا جزيلا لكم على هذا التكريم وهذه الالتفاتة وهذه المفاجأة. في الحقيقة فاجأوني كثيرا، تقبل الله منا ومنهم، جزاهم الله عنا خيرا. أقول لهم استودعكم الله، من رأى شيئا فأطلب منه الصفحة والعفو، أسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. أما عينت في هذا المسجد في 12 من الشهر الثاني، يعني شهر جوج 1999، يعني 25 سنة ونيف في هذا المسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي عنا جميع الحقوق. الإنسان فعلا عندما يلتحق بعمله ينبغي أن يكون مجدا في عمله، وأن يكون صادقا في دعوته مع الله عز وجل، وأن يكون حسن الخلق مع الناس. الحمد لله. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم نهار العيد، النسخة 9 اللي كيديروا الشباب ديال بن سرقاو في الإفطار الجماعي اللي فيه نساء، رجال، شباب وأطفال، كلشي كيتجمعوا هنايا. كنصلوا الرحم اليوم، فرحة كبيرة، فرحة وحزن، وكذلك التكريم ديال الحاج محمد الضريفي الإمام ديال مسجد الحسن الأول ببن سرقاو اللي غادي غادرنا هاد السنة. ما سخيناش به صراحة، كانت عنده واحد البصمة كبيرة في بن سرقاو. 25 سنة هو معانا، يعني من يعني العمر ديالي هو هنايا. عشنا معاه لحظات زوينة، تقاسمنا معاه شحال من حاجة زوينة، استفدنا منه شحال من حاجة. غيخلي واحد البصمة ديالو اللي هي بصمة كبيرة في القلوب ديال الساكنة ديال بن سرقاو. وعيد مبارك سعيد لجميع المغاربة وجميع المسلمين، كل عام وحنا بألف خير. وكنبغي نشكر الشباب اللي كيحيوا وكينظموا هذا الإفطار كل سنة، كنشكرهم. وما نساوش الشكر أيضا لأي واحد كيساهم بالقليل بالكثير، ولو بكلمة طيبة ولو بشي دعوة زوينة. وعيدكم مبارك سعيد مرة أخرى. هذه تقريبا المبادرة النسخة 9 من إفطار صفيحة العيد اللي كندويو على شرف الساكنة ديال المنطقة ديال بن سرقاو. كيجتمعوا العائلات ديالنا، أي طلاس، الأسر، الناس اللي مغتربين عندنا في الحي، الناس ديال الجاليين اللي كيجيو لبن سرقاو، كنجيو كنتلاقاو هنا، كنتبادلوا المأكولات المغربية، الدراري الصغار، الأطفال، النساء، كنجيو هنا كنفرحوا بالعيد. وهذا الشيء كيجي اختتاما الخيمة الإفطار الرمضاني اللي كنديروها تقريبا اللي كنديروها طيلة شهر رمضان. والاستثناء هذا السنة هذا هو أننا كنديروا التكريم ديال إمام وخطيب مسجد الحسن الأول بعد 25 سنة من إمامته لمسجد الحسن الأول. واليوم جينا بشكل جماعي كساكنة ديال منطقة بن سرقاو باش نقول الحاج محمد الضريفي شكرا لك، شكرا على كل ما قدمتيه للساكنة ديال بن سرقاو، ولن ننسى أبدا جميلك. شكرا.